طبت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم معنا في سهرة الجمعة من ملعبنا، حيث نناقش فيها نتائج مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة لدوري المحترفين، وسنقدم لمباريات الغد والقمة المرتقبة بين الشارقة والوصل، قبل أن نقترب أكثر من انطباع لجنة دوري المحترفين حول مشاركة اللاعبين العرب من أبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة. وننتقل بعد ذلك إلى حفل توزيع المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية في الإمارات، وسنختتم الحلقة بالحدث الرياضي الآسيوي العالمي الذي تستضيفه دبي هذه الأيام بتواجد نخبة من نجوم كرة القدم العالميين. ولكن قبل البداية يسعدني أن أرحب بضيفي في الاستوديو، كل من الأستاذ محمد الجوكر الكاتب والناقد الرياضي. رحب فيك مسلطان. يا مرحبا وسهلا. مساء الخير، سعيدين وجودك معنا. أيضا رحب بالناقد الرياضي والأستاذ سامي الإمام الصحفي الرياضي المعروف بالبتول. أهلا. سعيدين وجودك معنا. أنا أسعد. الخير. سنبدأ لكن بعد الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا. قبل ما أبدأ مواضيع الحلقة، تحدث أن هناك مباراة تجرى الآن بين شباب الأهلي دبي وأيضا نادي العين، اللي يتقدم فيها نادي العين، وأيضا قيمت مباريات أخرى سواء مباراة الظفرة والوحدة اللي انتصر فيها الوحدة، وأيضا مباراة الإمارات وحتى واللي انتصر فيها الإمارات. لكن أعتقد أن القمة بالنسبة لهذا اليوم بين العين مستضيف هذه المباراة وشباب الأهلي دبي، واللي يتقدم فيها العين بهدف في الشوط الأول. بسلطان، بالنسبة لمباراة القمة بالنسبة نعم. للغريمين في السنوات الأخيرة هي اللي تشغل الجماهير اليوم. هو الحقيقة آخر 10 سنوات ظهر التفوق والسيادة لناديين كبيرين اللي هما العين والأهلي، ولكن الجديد هذه المرة يدخل الأهلي بنجمتين وباسم جديد شباب الأهلي دبي، وبالتالي أصبحت المباراة ذات أهمية كبيرة، لأن كل يريد أن يفوز على الآخر على اعتبارات عديدة من تتعلق سواء من حيث الجماهيرية هذه المباراة أو من حيث التأكيد ورد الاعتبار لكل منهما. المباراة حسب ما شاهدناها الحقيقة في الشوط الأول كانت مباراة يعني فيها تركيز عالي جدا وفيها منطقة مغلقة، ولكن العين يمكن نجح في أن يسجل الهدف الأول عن طريق المدافع المتقدم مهند العنزي، نظرا لاختراق وعمق ثغرة في دفاع العين دخلت الكرة في مرمى يوسف السيف يوسف حارس الأهلي، بسبب عدم مشاركة الحارس الأساسي ماجد ناصر الذي ربما حسب ما قرأنا عبر التواصل الاجتماعي بأنه تعرض لإصابة قبل بدء المباراة، وهذه أيضا كانت أيضا أحدى علامات التغيير التي صاحبت على ملامح فريق الأهلي في هذه المباراة، لأن ماجد ناصر كما تعلم له ثقله الكبير. المباراة عموما الشوط الأول كان واضح أن العين يريد مصالحة جماهيره، باحث عن التعويض محليا خصوصا بعد الإخفاق الآسيوي أمام الهلال. هو العين كما قلنا في حلقات سابقة يعاني بعض الأشياء المرتبطة في داخل البيت العيناوي الكروي، وأعتقد أن إذا نجحوا في الفوز اليوم في لقاء أمام المنافس التقليدي اللي كما قلت العشر سنوات الأخيرة شباب أهلي دبي، ربما سيعيد العين مرة أخرى إلى الواجهة، وهو نادي كبير ما في شك، لكننا لا نعلم ماذا ستنتهي المباراة، لأن الأجواء جماهيرية والأجواء مثيرة ومشحونة أيضا حتى داخل وخارج الملعب. الأجواء مشحون لأن في حالة طرد على شباب الأهلي دبي في هذا الوقت بالتحديد في الدقيقة 50. كابتن سامي، بالنسبة لهذه المباراة مصيرية بالنسبة للأهلي اللي يرى أنه ممكن بعد الدمج مثل ما قلنا في الحلقات السابقة أن وضع الفريق وأيضا ترتيب البيت الأهلاوي كمباراة مصيرية وأيضا الهدف الخاص بهذا الفريق هو الدوري. العين أيضا هي مباراة مصيرية بالنسبة له لأنه هو أيضا حصل على 4 نقاط من مباراتين الأولى والثانية. نعم، كلا الفريقين في الموسم الماضي فقد ألقاب، لم لقب الدوري، لقب الكاس ذهبت. شباب أهلي دبي بمسماها الأهلي أحرز كاس الخليج العربي وهو أقل المنافسات أهمية،
لذلك العين عليهم هذه السنة. الجزيرة بداية المتعثرة ممكن تعطي كلا الفريقين فرصة أنه يحصد نقاط، لكن مع هذا لم يكونا لحد الآن بمستوى اللي يظهرهم كبطل. الأهلي كان يتشارك مع الوحدة في الصدارة لحد قبل هذه المباراة بست نقاط من فوزين في مباراتين، لكن مرة أخرى الأهلي أداء إلى حد كبير يعتمد على ماخيت ديوب، يسجل أو لا يسجل، يتعرض إلى رقابة أو يستطيع الفوز. لم نشاهد حقيقة أداء مبهر، لم نشاهد فعالية على الأجنحة، لم نشاهد فريق يعطيك من الآن أنه أنا البطل القادم، خصوصا في ظل عدم وجود صانع لعب كروبيرو اللي غادر. الأهلي لم يعوض بلاي ميكر أو صانع اللعب اللي كان موجود في الموسم الماضي والمواسم السابقة لما أحرز الدوري. صح، موجود الآن عند لوفانور، موجود عند ماخيت ديوب، هم الأكثر تأثيرا، وهناك لاعبين آخرين في بقية الخطوط، لكن لحد الآن ما شاهدنا الأداء البطل، الأداء الهادر. اليوم شفنا يعني شوط أول إلى حد كبير كان متوازن مع العين، وحتى الهدف جاء من ركنية وليس من حركة لعب وجملة ثنائيات وثلاثيات، جاء من كرة ثابتة. لكن مرة أخرى على العين وعلى الشباب أهلي دبي أن يقدموا أداء أفضل من هذا، أداء فني أفضل من هذا، ونحن في بداية الموسم ولا لا توجد إصابات يفترض أن تكون مؤثرة الحالة المعنوية وفي بداية الموسم. الآن المشكلة التي سيعاني منها الأهلي يعني في هذه المباراة ضربتين في الرأس توجع. الآن الحارس الثاني يتعرض لبطاقة حمراء، وهذه طبعا أيضا في اعتقادي سيكون لها مردود سلبي كثير على الدفاع الأهلي بطرد الحارس الدقيقة 50، وهذا أيضا يعني مؤشر خطير على أن الفريق هل لديه حارس ثالث موجود في الملعب؟ الله أعلم. بالمناسبة احنا راح نتحدث أيضا عن سالم عبد الله الحارس الشباب السابق اللي انتقل اليوم بالتحديد إلى نادي الوصل. أبو سلطان تكلمت أنت عن غياب الحارس الأساسي، طرد الحارس الأساسي اليوم. نعم. من راح يكون حارس الشباب الأهلي دبي في المباريات القادمة أو المباراة القادمة؟ عموما راح نواصل الحديث عن هذه المباراة، لكن أيضا انطلقت اليوم منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي للمحترفين بثلاث مواجهات، جمعت الأولى الوحدة والظفرة في استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، واستقبل الإمارات ضيفه حتى في استاد الإمارات بمدينة رأس الخيمة، فيما يخوض العين وشباب الأهلي دبي في هذه اللحظات إحدى مواجهات قمة الجولة في استاد هزاع بن زايد. وإليكم نتائج مباريات اليوم. ومن راح نواصل مثل ما قلنا الحديث عن مباراة شباب الأهلي دبي وأيضا العين، لكن أبدأ بالوحدة ليواصل مسيرته وأيضا الحفاظ على الصدارة، 9 نقاط من أصل 3 مباريات، الفوز على الظفرة ولو في الأمتار الأخيرة ولو في الوقت البدل الضائع كابتن سامي. لكن المؤتمر الصحفي محمد قويض يقول لو واصل الوحدة لعب 10 ساعات ما راح يفوز، لأن الحكم ساهم في عملية فوز الوحدة ب 10 لاعبين وأيضا ركلة جزاء. أولا خلينا نتكلم ركلة جزاء خطأ ساذج، ونحط 20 كلمة ساذج تنكتب واحدة ورا الأخ. أولا لاعب الوحدة باتنا على خط منطقة الجزاء باتجاهها إلى خارج المنطقة، ظهرها إلى المرمى، ومستلم الكرة بالصدر أو بالرأس، يعني هو حيستلم ويطلع خارج الجزاء، يجي المدافع رقم 4 للأسف ما أعرف شنو اسمه، يقفز ويضربه هو والكرة على حافة منطقة الجزاء. يعني خطأ ساذج من هذا المدافع، كلف فريقه ضربة جزاء، عاد منها الوحدة وسجل هدف التعادل. هذا فيما يخص ركلة الجزاء. يعني هل المدرب بدل ما يلوم لاعبه يلوم الحكم؟ أنت أيضا المدربين يجب أن ينتبهوا لعملية تقييم فريقهم وتقييم الحكم. صح. في البداية يجب أن يلوم اللاعب لعملية ارتكاب هذا الخطأ. اليوم 3 أخطاء دفاعية نتجت 3 أهداف للوحدة،
مباراة أنا تابعتها تماما، وقويض مع كل احترامنا له ولا زال يعني أعتبره من أفضل مدربين الدوري، بس عليه أن ينتبه أنه لديه أخطاء دفاعية غير معقولة. هذا الخطأ الأول أثمر ركلة جزاء، الخطأ الثاني باتنا ولاعب آخر، اثنينهم بدون رقابة، لا توجد أي رقابة دفاعية، ويسجل الهدف الثاني، والهدف الثالث جوجيك ينتزع كرة دقيقة كم؟ دقيقة 93 و 94 في المباراة، ينتزع كرة من مدافع الظفرة ويبني هجمة يمررها إلى زميله ويستلمها ويسجل. إذن الثلاث أهداف حقيقة للوحدة هي من أخطاء دفاعية من لاعبي الظفرة. الظفرة قاتل، كان بإمكانه أن يخرج بنقطة واحدة على الأقل، لأنه للدقيقة 92 هو متعادل 1-1، دقيقة 92 صارت 2-1، الدقيقة 94 صارت 3-1. صمدوا الظفرة واستقتلوا، لكن لو يرجع قويض وأي واحد يشوف المباراة يلقى الثلاث أخطاء، الثلاث أهداف للوحدة ثلاثتها من أخطاء دفاعية. لو الطريف علي يعني الظفرة كان متقدم، يعني هو خالد اللي كما واضح لي أن خالد بطي اللي انطرد، خالد بطي الزعابي، بعد انذارين يعني مش طرد مباشر أيضا. نعم. هو الفريق متقدم، يعني الظفرة خسر فريقه في الخمس دقائق الأخيرة من المباراة لأنه ما قدر أنه يسيطر على خبرته الحقيقة في التعامل مع الأحداث هذه، ما قدر يكون. لكن أنا أعتقد أن هذه الجولة واضحة تماما أن بين قوسين التحكيم سيكون شماعة كثير من المدربين، وربما أيضا أن أيضا لجنة حكام عليها أيضا أن تدرس أخطاء التحكيم. أنا شاهدنا بعض اللقطات الحقيقة الحكام أيضا يرتكبون بعض الأخطاء، وبالتالي طبعا أعتقد أن لجان التحكيم ستضع الجولة الثالثة تحت المجهر تماما لدراسة هذه الأخطاء وأيضا تلاشي الجولات القادمة. لكن يحسب للوحدة أن 9 نقاط من 3 مباريات ممكن بعد هذه الجولة في ظل تقدم العين حاليا أنه يواصل الصدارة ويتمسك بالصدارة وحيدا. الوحدة حقيقة قدم درس قبل هذا الموسم بالمشاركة في البطولة العربية كتحضير للموسم. نعم. هذا تحضير جيد ومباريات قوية نتج عن هذه المشاركة العربية، برغم أنه خسر صحيح لكن لعب مع فرق قوية، استفاد من هذه التجربة في الوقت اللي كانت الأندية الإماراتية دائما تعتذر، وشعارات الأندية دائما الاعتذار عن بطولات الخليج، الاعتذار عن البطولة العربية. هذه المرة لا، شارك لوحدة بالفعل، استفادوا استفادة قصوى من هذه المشاركة، لأنها جاءت مشاركة لم تكن سياحية لأنها كانت مع فرق قوية وبطولة عربية كانت موازنتها ثقيلة جدا. نحن نتمنى إن شاء الله أن الأندية تستفيد مثل هذه المشاركات وتضع لها برامجها ورؤيتها حتى لا تقع فيما تقع عليه اليوم. اليوم الوحدة قدم عرض جميل استحق عليه ويواصل حقيقة عروضه الجيدة ويتصدر الآن المسابقة عن جدار. علي عفوا، مهم تنوع الحلول، ما تعتمد على لاعب أو لاعبين إذا وقفوا وقف الفريق. اليوم تيقالي تحس أنه ما في مش في الملعب، لكن مراد باتنا، لكن مراد باتنا سجل 2، جوجك سجل هدف، إسماعيل مطر خرج مصاب، الشحي كان خرج من المباراة، لكن الحلول الأخرى موجودة، الفريق يؤدي يتحرك يمين ويسار، هذا هو المهم. هذه مقومات البطل ممكن، يعني احنا ما نستبق الاحداث ان نقول الوحده هو مرشح انه يكون البطل، لكن كل فريق بطل لازم تكون عنده مقومات ايضا لاحراز البطوله. مقومات ان يكون فارق بين هجومك ودفاعك، الوحده لحد الان مسجل 10 اهداف مستقبل هدفين فقط، هذا علامات ايجابيه بكل تاكيد. لا نقول انه هو سيكون البطل، لكن يقدم اداء يكشف انه الفريق يسير على الطريق الصحيح. إلى متى يسير على الطريق الصحيح؟ هذا تعتمد على أمور، على تفاصيل الموسم، الضغوط، الإصابات الأخرى، لكن لحد الآن الحلول موجودة، التنوع في الأداء موجود، مرة من الخطورة من اليمين، مرة الخطورة من اليسار، اللاعبين مهما يتغيروا الأداء هو متوازن. أريد كل فرق اللي تلعب بهالمستوى هذا وأن تشاهد يعني فريقي قاتل يسجل هدفين في الدقيقتين الأخيرتين، هذا مهم. الظفرة ما يعاب عليه انه لحد الان مسجل اظن 5 اهداف، 4 اهداف في الشوط الاول، هدف واحد فقط في الشوط الثاني، وهذه علامه استفهام، ممكن انخفاض المستوى في الشوط الثاني. الفريق يجب ان يبقى يقاتل للدقائق الاخيره، الفريق الافضل والاوفر حظا في المنافسه هو الذي يمتلك القدره على التسجيل في ظل انخفاض مستوى اللياقة، ضعف التركيز، التعب،
مع هذا يقدر يسجل، هذا هو الفريق الجيد. بالنسبة للإمارات وحتى أبو سلطان اللي خسروا في الجولة الأولى والثانية لعبوا مباراة مصيرية بالنسبة لبداية الدوري، لكن الإمارات شوي قسى على حتى 4 أهداف نظيفة وهي خسارة ثالثة لحتى، وهذا أنا هذا إنذار لفريق حتى حقيقة. الدوري قصير مش نفس الموسم الماضي، عندك 11 مباراة. إنذار نعيد النظر، لكن اللي لا يقلق الفرق أن ليس هو هناك هبوط، يعني يمكن يعطيهم أريحية أكثر أنك راح تلعب دورة رباعية وراح هذه يمكن ربما تخلي الفرق تلعب بدون ضغوطات وبدون توترات، خاصة في الفرق المؤخرة. طبعا الإمارات وحتى يأتون من الفرق بعيدة عن الفرق دائرة التنافس ودائرة المنافسة، وبالتالي الإمارات لعبوا مباراة زينة، عندهم مدرب صاحب خبرة جيدة السيد هشك حقيقة. فريق الإمارات نجحوا واستغلوا ثغرات الدفاعية المفتوحة على مصراعيها، نجحوا في الإحراز 4 أهداف، وكان بإمكان يضيفون أكثر من 4 أهداف، وهذا طبعا يتطلب على أن الجهاز الفني في نادي حتى يعيدون النظر، لأن الأخوة في نادي حتى الآن عندهم الشماعات طارئة، يعني كل مباراة بعد كل مباراة هناك اجتماع، بعد كل مباراة هناك اجتماع، فهذا يدل على أن هناك أيضا حراك موجود إداري، وبالتالي يتطلب أن يكون أيضا توافق بين الجهاز الفني والإداري لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى أن يخسر الفريق بهذه النتائج. عموما نواصل الحديث عن مباراة شباب الأهلي دبي والعين اللي يحدث التعادل الآن من طرف الأهلي بالنسبة لهذه المباراة 1-1. بالمناسبة أيضا هذا يذهبنا إلى خبر آخر يتعلق بالمدرب كوز من كابتن سامي، كنا نناقش أيضا الصحيفة الرومانية التي وضعت اللي هي EVZ على لسان الصحفي ألكسندر تودور أن كوزمن في عملية تجديد عقده يطالب بزيادة راتبه من 4.5 مليون يورو إلى 6.5 مليون يورو. نعم، في الموسم، خصوصا أنه هذا آخر موسم بالنسبة له. نعم، ذكرت الصحيفة أنه كوزمن يدخل موسم الأخير، وهو في إطار مفاوضات التجديد طلب 6.5 مليون يورو، يعني الرقم هو بكل تأكيد مبالغ به كثيرا. طبعا كل نادي حر يدفع إن شاء الله 60 مليون يورو، هو حر بس بشرط أن تتوفر الأموال اللي يدفع منها، وثانيا أن تشوف السعر السوقي. أنت تشوف الآن مدربين عالميين يعني يقودون أندية عالمية، مش يقود أندية محلية، يتقاضون مبالغ أقل من هذا بكثير، وهو كوزمن يعرف، وحتى رواتب المنطقة يعرفها. يعني أيضا كوزمن يعرف أنه ما راح يحصل على نفس الراتب اللي هو 4.5 مليون يورو في المنطقة في أي فريق أو أي. أحيانا هي تكون الوسيلة، هم شاطرين في المفاوضات، أحيانا تكون وسيلة أنه يطلب زيادة عالية حتى على الأقل يحصل على نفس راتبه الحالي بدل ما يعرض عليه تخفيض، فقد تكون هذه وسيلة من الوسائل. لكن يعني مدى صدقية الخبر، احنا نذكر خبر على لسان الصحافة الرومانية. نذكر ايضا ان الصحيفة اللي هي اسمها EVZ وعلى لسان الصحفي ألكسندر تودور هو اللي تحدث عن عملية تجديد عقد كوزمن بهذا المبلغ، وايضا رفع المبلغ من 4.5 مليون يورو الى 6.5 مليون يورو. بسلطان مبلغ كبير جدا. هو الحقيقة نحن انديتنا تدار نادينا كيفنا، تدار ادارات الاندية هنا تحت شعار نادينا كيفنا، وبالتالي إدارات الأندية المتواجدة حاليا على رأس أعمالها تدير الأندية بمزاجية خاصة، وبالتالي مثل هذه الأموال التي تأتي وهي أموال عامة تصرف هباء على بعض المدربين. بس أبو سلطان نادينا كيفنا 6.5 مليون، يعني هناك بعض الشعارات كانت، أنا أقول لك بعض يعني الأندية صعب حتى لو أنت ناديك وكيفك صعب تدفع 6.5 مليون. أنا أقول لك هذا الكلام علي، أن بعض إدارات الأندية تدير، هذا صحيح، هذا تدير الأندية نادينا كيفنا، هذا شعار تديره. لكن هذا المبلغ اللي طالب أو اللي من حقه يطلبه كمدرب محترف من حقه أن يرفع سعره، لأن أنا أتصور من خلال هذا الموضوع لأنه عقده مستمر، الأهلي مجدد عقده معاه لين السنة القادمة، وبالتالي هو يريد الآن يبحث له عن بدائل أخرى. وأعتقد أن حتى الجماعة في الكيان الجديد مختلفين في عملية الراتب الضخم الذي يحصل اللي هو يعتبر حتى راتبه الحالي ضخم جدا، يعني 4.5 مليون يورو. صحيح، وكوزمن لديه فرقة الآن، فريقه خسران بلاعب حارس مرمى، مع ذلك تعادل ديوب سجل التعادل دقيقة 60، وهذا يؤكد على أن الشباب الأهلي دبي
المقاومات الأساسية داخل الملعب قوية، الخارجية أيضا صلبة، وبالتالي مثل هذه الأرقام يلعب بعض الوكلاء اللاعبين، يلعب المدربين أنفسهم في عملية رفع القيمة الأسهمية بالنسبة له. وكوزمان أعتقد مدرب ناجح، وهو جنرال بالمعنى الحقيقي، نجح خلال 12 سنة الماضية في منطقة الخليج أن يحقق نجاحات كبيرة، وهو يدخل ويسجل أرقام قياسية مع تحقيق البطولات على مستوى الكرة الإماراتية، وهو بكل المقاييس مدرب حقيقة من الناحية الفنية، من ناحية الكاريزما الشخصية، ومن حقه أن يرفع السعر، لأننا نحن في منطقة الخليج أصبحنا نحن البقرة التي تلد وتقدم الذهب لهؤلاء المدربين، كما قال بوبتول أن الأندية تصرف وبدون حساب، يعني ما تصرفه إدارات الأندية على كرة القدم وصلت الأرقام خيالية، وأرقام يعني من الصعب أن واحد يتحدث عنها، لكن حسب ما قرأنا واستشكنا من خلال الصحف التي جرتها تصل المليار، وبالتالي هذه أرقام حقيقية يجب أن توقف وأن يكون هناك إدارات أندية بمعناها الحقيقي. غريبة أبو سلطان، مع أن هذه شركات لازم تكون عندها التزامات مالية وأيضا أرباح، لكن في ظل الصرف المبالغ فيه واللي أعتقد تم تقليله في هذا الموسم، لازم ما نذهب بأنديتنا وأيضا لاعبينا ومدربينا بهذه الأرقام. هذا كلام صحيح، لأن لو كانت في رؤية واحدة مشتركة بين الهيئات الرياضية أو بين الأندية، الآن مجالس إدارات الأندية بصفة عامة قليل ما نقرأ ونادر ما نسمع، ومن المفارقات ومن العجب أن نرى أن المجلس الفلاني اجتمع يوما ما. هذا كلام غير صحيح، برغم أن إدارات الأندية لديها الآن منسقين إعلاميين ومستشارين إعلاميين وإعلاميين، مع ذلك ما نقرأ أخبار مجالس إدارات الأندية، يعني كل الأخبار مركزة على المدرب وعلى تصريحات اللاعبين ومدير الفريق، إنما العمل المنظومة العمل داخل الأندية هذه منعدمة تماما، غير موجودة إطلاقا. كل العمل عمل اجتهادي فردي دون العمل اللجوء إلى العمل المؤسسي، وهذه كارثة من كوارث التي تصيب الرياضة الإماراتية. عموما راح نواصل الحديث عن مباراة العين وشباب الأهلي دبي اللي لا زالت مستمرة، وأيضا راح نستعرض نتيجتها، لكن تستكمل غدا مباريات الجولة بثلاث مباريات لا تقل أهمية عن مواجهات اليوم الأول. التفاصيل نستعرضها في هذا التقرير. تستكمل غدا مباريات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي للمحترفين، ثلاث مواجهات تفتتح بلقاء دبل فجيرة وعجمان أصحاب الأرض، وبعد فوزهم المهم في الجولة الماضية على الجزيرة يرغبون في مواصلة مشوارهم لحصد مزيد من النقاط على حساب خصومهم المباشرين، فهذه النوعية من النقاط تكون مضاعفة لمن يفكر في كيفية البقاء مع الكبار. بالنسبة لعجمان فالمواجهة تعني له فرصة لانطلاقة جديدة بعد هزيمتين متتاليتين. المواجهة الثانية مساء غد هي القمة المرتقبة بين الشارقة والوصل، الملك الذي سيودع معقله الاستاد البيضاوي لأعمال الصيانة سيكون مطالبا بتحقيق أول فوز له هذا الموسم بعد تعادل مع النصر وخسارة أمام الضفرة في الجولة الماضية. أما بالنسبة للوصل الذي يأتي إلى الشارقة وهو يمني النفس في الخروج بالعلامة الكاملة، سيكون عليه ضغط المطالبة للاحتفاظ بالصدارة. المباراة الثالثة ستجمع الجزيرة والنصر في قمة الجريحين، الجزيرة بعد الخسارة أمام دبا، بينما النصر بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام الوحدة. المعطيات الأولية تبدو متشابهة بالنسبة للفريقين، وإن كان النصر أكثر حاجة من مضيفه للفوز وبلوغ النقطة الخامسة، وهو السيناريو الذي سيبقي حامل اللقب عند نقاطه الثلاثة التي حصل عليها في الجولة الأولى. تحدث في البداية عن دبا المنتشي كابتن سامي بفوز على حامل اللقب الجزيرة اللي راح يستقبل الفريق اللي تعرض مدربة وأيضا لاعبة لعقوبة مالية، فريق عمان اللي أيضا تعرض لخسارتين في الجولة الأولى والثانية. طبعا فريقين يفترض أن يدخلون بمعطيات متقاربة،
دبا حقق انجاز، لكن هو خلينا نكون واقعيين، هذا الفوز مش مقياس ظروف ساعدته. هو قبلها خسر بالخمسة، اذا دبا ما بين خسارة 5-0 او فوز 1-0 صورتين متناقضتين. ما هي الصورة اللي حنشاهدها امام عجمان؟ هل هي صورة الاداء المنضبط التكتيكي امام الجزيره اللي شفناه، ولا الاداء العشوائي اللي شفناه في الخساره الاولى اللي كانت امام الوحده؟ عموما اعتقد انه امام دبا فرصه ايضا، انه هذه اول مباراه يلعب مع احد الفرق اللي خارج دائره الترشيحات، اللي معاه بنفس المستوى. نعم معاه بالضبط، ولهذا مفيد مهم جدا عفوا انه هذه الفرق يجب ان تفوز عليها. اليوم شفنا مثلا مع عمل الامارات مع حتى انه يجب ان تفوز على منافسك اللي في فئتك او قريب منك، لانه انت بهذا الفوز ترفع نفسك وتنزله هو تحت، تامن نفسك. مع الفرق الكبيره ربما تلعب على التعادل او حتى تخسر باقل عدد من الاهداف. مباراه متوازنه الى حد كبير. ايمن الرمادي مع عجمان قدم اداء بعض اللمحات جيده، جيد حتى الاخيره اللي خسرها امام شوارع دبي قدم اداء جيد، قد تكون فرصته للعوده مره اخرى. هو بالنسبه لعجمان لعب امام الجزيره ولعب مع شباب الاهلي، فريقين ايضا من اطراف المنافسه، الان فرصته وهو يلعب على مع احد الفرق خارج دائره التنافس. هي متوازنه لكل الفريقين، وخلينا نشوف من اللي يستغل الظروف ويعني يكون اكثر تركيزا ويحرز نقاطها. ابو سلطان، قمه الشارجه والوصل من الزمن الجميل، وانا اتعمد اسالك انت لان انت معاصر للفريقين ومعاصر للفتره الكبيره اللي كانت فيها مواجهات الفريقين، ما تتفوت بالنسبة للجماهير، بالنسبة للمعلقين، وأنت أحد معلقين الكبار السابقين. تحرص أعتقد على تعليق هذه المباراة. هل لا زالت المباراة بنفس الزخم أو بنفس الحضور الجماهيري؟ هو بداية طبعاً الحقيقة قبل أن نتحدث عن مباراة الشارقة، لابد أن نتقدم باسم أسرة البرنامج إلى خالص العزاء للاعب الشارقة المخضرم المرحوم سعيد دبل الذي انتقل لجوربه قبل أيام. هذا المرحوم كان أحد أبرز لاعبي كرة القدم في إمارة الشارقة، وكان أيضا سد منيع الحقيقة، وأيضا لابد أن نقدم الرحمة والعزاء لأسرة نادي الشارقة. لقاء الشارقة والوصل تعودنا نحن في مراحل الكرة الإماراتية تنقسم، فترة السبعينات، فترة الثمانينات، فترة التسعينات. مرحلة التسعينات والثمانينات كان التفوق للشارقة والوصل لاعتبارات كثيرة، لأن نجوم الشارقة كانوا الغالبية في المنتخب الوطني الأول، وكذلك أيضا نجوم الوصل كانوا أيضا من أفراد عناصر المنتخب الوطني. واليوم نجد الأعداد منحصرة بين الأهلي والعين وربما قد يكون الجزيرة، أما الناديين فكان أيضا عددهم محدود جدا من مشاركتهم في المنتخب. العودة التاريخية وسمعة الناديين يجرنا الحقيقة إلى نجد التفوق الوصلاوي من الناحية الفنية وأيضا الاستعداد والتحضير الجيد، وهذا أيضا يجرنا أيضا هو الآخر أن نادي الشارقة أيضا بعد انضمامه ودمجه مع الشعب أصبح كيان قوي، وأصبح فريق له سمعته وله مكانته، لكن ما زال يعني بعيد عن الصورة المتوقعة التي يتمناها محبي وجمهوره. مباراة لا شك ستكون متكافئة من الجانبين. أنا أعتقد أن الوصل لن يترك المباراة بسهولة، لأن يريد المواصلة واللحاق بالوحدة، وكذلك الحال فريق الشارقة لن يترك أيضا، خصوصا أنه خسر في المباراة الأخيرة أمام الظفر، يحاول يعوض الخسارة الأخيرة. نعم، ويريد أيضا يصالح جماهيره، ويريد أيضا هذه فرصة ينأى في ملعبه أن يحقق ويعيد الابتسامة لفريق الشارقة. الجريحين الجزيرة والنصر كابتن سامي، الجزيرة اللي يحاول يعوض الخسارة الأخيرة، والنصر أيضا اللي يحاول تعويض الخسارة الغريبة في الدقائق الأخيرة أمام فريق الوحدة. الفريقين في نفس الوضع، النقاط الثلاث مهمة بالنسبة للفريقين. صح، هي يمكن علامة الاستفهام الكبيرة على الجزيرة. الجزيرة نفس المدرب، النجوم المؤثرين نفسهم، هو عمل تعاقدات جديدة يفترض أن تنعكس بالإيجاب، وإحنا تحدثنا في ميركاتو عنه، تعاقدات جيدة، لاعبين مؤثرين في جميع المراكز، لكن مدى تمشي معاه. فوز صعب في المباراة الأولى على ملعبه، وصعب بالفعل كان 2-1 على عجمان، ثم خسارة خارج ملعبه أمام دبا الفجيرة، بكل تأكيد أداء غير مقنع. الآن فرصته أن يصالح جمهوره وهو يلعب مرة أخرى على ملعبه.
المباراة السابقة شهدت إصابة أحمد خليل. هذه المباراة أعلن تنكات في المؤتمر الصحفي أنه علي مبخوت سيشارك منذ بداية المباراة، وهذه أخبار جيدة لأنه بالفعل علي مبخوت احنا شفناه يعني متألق الموسم الماضي، هذا الموسم سجل هدف وحيد وابتعد إصابة ربما أو يعني إرهاق. المباراة في ملعبه وبين جماهير أيضا فرصة أنه هو يعود. نعم، والنصر النصر يبدو إلى لحد الآن غير ربما غير متعود على أسلوب المدرب الجديد برانديلي، لذلك نقطة واحدة فقط من تعادله مع الشارقة وخسارته أمام الوحدة، هذه فرصة قد تكون للجزيرة وأنت تستضيف النصر الذي غير لم يجد إيقاع بعد أن تحرز نقاط المباراة وتتقدم إلى دارة التنافس. بالمناسبة أحمد خليل يغيب لست أسابيع بسلطان، غياب مؤثر بالنسبة للاعب قادم، مؤثر بالنسبة له هو في المقام الأول. هذا مؤثر حتى على مستوى المنتخب، يعني لاعب بحجم أحمد خليل وبإمكانياته وقدراته واسمه ونجوميته يتعرض لإصابة مبكرة، هناك سؤال يطرح نفس الحقيقة، كيف نحافظ على مثل هذه الثروات الوطنية التي نعتبرها، لأن تصرف الدولة والحكومات على نجوم الكرة الإماراتية الملايين الملايين، تعرض طبعا احنا نتمنى له الشفاء وإن شاء الله يقوم بالسلامة ويرجع، ولاعب كرة القدم معرض، لكن الإصابة بليغة الحقيقة، يعني الله يكون في عونه وقلبي معه، لأن العين أصابته الحقيقة قبل أن يتألق ويبرز في مع نادي الجديد. شاهدنا، أنا يمكن شخصيا تابعت أحمد خليل ومنذ صغره في النادي الأهلي، هو وشقيقه فؤاد ثم فيصل، هذه العائلة موهبة كروية، يعني فؤاد خليل ترك الكرة وهو كان أيضا كان بإمكانه يكمل، فيصل خليل والكل يعلم أيضا يعني ابتعد عن الكرة وعن النجومية برغم صغر السن. الآن أحمد خليل تعرض لإصابة، أتمنى إن شاء الله أن تكون هذه إصابة يتم تصحيحها ويتم معالجة هذا النجم، لأن نحن نضع آمال كبيرة على هؤلاء اللي أخفقوا للأسف من عدم التأهل إلى نهاية كأس العالم. أمامنا مرحلة مهمة جدا وهي استضافة نهاية كأس آسيا 2019، و2019 ليست ببعيد، لأننا محتاجين الحقيقة أن يكون هناك تحرك فوري بين الأندية ومع لجنة دول المحترفين ولجنة المنتخبات، يعني أسرة كرة القدم يجب أن تراعي وتدرس وتراقب عن كثب تحركات اللاعبين داخل وخارج الملعب، لأن هؤلاء لعيبة محترفين، وبالتالي افتقادهم حقيقة بهذه الفترات مؤشر خطير جدا، أتمنى له الشفاء إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق للكابتن أحمد خليل، لكن احنا أيضا محتاجين لمدرب، لأن منتخبنا الوطني بدون مدرب حتى الآن. نواصل الحديث عن مباريات الدوري وأيضا دوري الرديف بعد انقضاء جولتين فقط من بداية دوري الخليج العربي للرديف، بدل الانطباع الإيجابي واضحا على النواحي الفنية من قبل لجنة دوري المحترفين اللي اتخذت قرارها التاريخي هذا الموسم والقاضي بالسماح لأبناء الجاليات العربية المقيمة على أرض الدولة بالمشاركة في دوري الرديف، وربما يتطور الأمر مستقبلا يشمل ذلك دوري المحترفين. مع انطلاقة الموسم الجديد لدوري الخليج العربي للرديف، سجلت مبارياته الأولى تحسنا ملحوظا من الناحية الفنية على مستوى الأداء العام لفرق الدوري. يرجع الفنيون أسباب هذا التطور إلى القرار التاريخي للجنة دوري المحترفين المتمثل في مشاركة اللاعبين العرب من أبناء الجاليات المقيمة في الدولة. يشارك 7 لاعبين عرب من 5 جنسيات مختلفة في مباريات دوري الخليج العربي للرديف للموسم الحالي. بناء على التعديل الذي أجرته لجنة دوري المحترفين على لائحة البطولة، وسمحت بموجبه للأندية بقيد 2 من اللاعبين المقيمين ضمن قوائمها في دوري الرديف. على ضوء ذلك حرصت الأندية على الاستعانة بخدمات اللاعبين المقيمين خلال مباريات الجولتين الأولى والثانية من دوري الرديف. قدم بعض اللاعبين مستويات عالية، أبرزهم لاعب دبل فجيرة السوداني عبد الله مهدي الذي ينافس على صدارة الهدافين ب3 أهداف بعد تسجيله 2 الفوز لفريقه على حساب الوحدة في الجولة الأولى وهدف في الجولة الثانية أمام الجزيرة. التعديلات الجديدة على اللوائح تسمح لـ2 من اللاعبين المقيمين بالمشاركة في بطولة الرديف، شريطة أن يكون لدى اللاعب المعني إقامة على الأقل لمدة 1 سنة قبل التسجيل ويحمل الهوية الإماراتية. خطوة ستمكن الأندية من المحافظة على اللاعبين المقيمين الذين استثمرت فيهم لسنوات طويلة وظلت ترعاهم خلال المراحل السنية المختلفة ولا يستفيد منه النادي بعد السن 18.
بينما الآن تم فتح المجال أمام الأندية لتسجيل اللاعب المقيم في فريق الرديف، ويمكن أن يتم تصعيده للفريق الأول وتسجيله بصفته محترفا أجنبيا إذا أظهر مستوى يمكنه من مقارعة الأجنبي. سلطان، قبل ما اتكلم عن الرديف، احنا اساس انه ما ننسى ايضا اللاعب المخضرم، اللاعب المميز جدا عبد الرحيم جمعه اللي تم تكريمه اليوم في مباراه الوحده والظفره، اللي لعب للفريقين واللي مشواره امتد ل 20 سنه مع الوحده سابقا والظفره بعد ذلك. هذه مبادره طيبه الحقيقه من اداره نادي الوحده بان تقوم بتكريم ابنها البار عبد الرحيم جمعه من خلال مباراه ايضا فاز فيها الوحده وانتعش وحقق نجاحات و أصبح اسم على مسمى، يعني أصحاب السعادة في سعادة، وتكريم هذا النجم الحقيقة الذي ترعرع وشاهدته وهو طفل أيضا. عندما كنت أعمل في جريدة الاتحاد كنت أتابع مدرسة الكرة في الناشئين في الساعة الثالثة ظهرا، كان الله يذكره بالخير سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان شخصيا يتابع هؤلاء الصغار، وحقق من خلال الرؤية التي كان يقوم بها آنذاك أبو زايد الله يحفظه، حقق طفرة غير عادية بالنسبة لنادي الوحدة، حققوا مراكز متقدمة جدا وحققوا وقدموا بطولة زايد الدولية لكرة القدم. وهنا أيضا أدعو الأخوة في نادي الوحدة إعادة هذه البطولة مرة أخرى، لأنما تم اعتمادها ضمن أجندة الاتحاد الدولي، وأخرج نادي الوحدة من خلال بطولة زايد الدولية العديد من الأسماء، فهد مسعود، عبد الرحيم، عبد السلام، وياسر سالم، وغيرهم من الأسماء الجميلة. فهذا التكريم الحقيقة أتمنى أن يعني يشمل كل لاعب يترك كرة القدم، يتم تكريمه على هامش مباراة بشكل لائق جدا. وأعتقد لجنة دول المحترفين أيضا كانت لديها الفترة الماضية مبادرات هكذا لتكريم بعض النجوم القدامى، ومثل هذه الحالات الإنسانية الحقيقة الرياضة محتاجها إلى العلاقات الإنسانية. الشباب كانت المبادرات الموسم الماضي اللي أتمنى أيضا تستمر في هذا الموسم. صحيح. نرجع لموضوعنا اللي هو دوري الرديف، كابتن سامي، الحديث عن نسخة جديدة لدوري الخليج العربي من حيث المضمون، اللاعب العربي المقيم في الدولة. هو طبعا كما شاهدنا حتى في جدول المباريات، مباراة دوري الرديف نفس الترتيب اللي تقام فيه مباراة دوري الخليج العربي، مع نفس الفريق الأول يلعب مع نفس الفريق والرديف يلعب مع نفس الفريق، وبالتالي هي فرصة أيضا حتى تقارن أداء الفريق الرديف بالفريق الأول، لأن يلعبون مع نفس المنافسين. في معظم الدوريات حتى في الدوري الإنجليزي نشوف دوري 23 سنة، دوري متابع ويشاركون فيه معظم اللاعبين اللي ما يشاركون في الفريق الأول، العائد من إصابة، اللي ما عنده فرصة مشاركة مستمرة يشاركون في دوري 23 سنة. القرار حقيقة التاريخي اللي انتظرناه طويلا بمشاركة اللاعبين من الجاليات العربية، الآن فرصة لدراسته، فرصة لمعرفة مدى تأثيره، تطور المستوى. يحتاج الموضوع إلى تقييم علمي، قياس الإيجابيات السلبيات. هؤلاء ثروة حقيقة، لا نقول وطنية لأنهم ليسوا من أبناء الوطن، لكن هم يشعرون بانتماء لهذا الوطن، وهو مؤثرين لاعبين من نفس البيئة، أنت تضمن ردود فعلهم، تعرف ثقافتهم، يعرفون ثقافتك، لا تجد مشاكل يسببوا لك إياها بسبب اختلاف الثقافات. وإن شاء الله بالمستقبل يتم ترحيلهم إلى الفريق الأول، هذا على حسب ذاك الوقت حتشوف حلول كثيرة لمشاكلك المالية مع المحترفين اللي تتعاقد وياه بثلاث سنين، وبعد مبارتين يسوي لك حركة يتوقف لتسع شهور وانت تدفع رواتب، ويا ويلك لو تفنش لأنه الفيفا وراك. أمور كثيرة حتشوفها تتغير، سقف الرواتب يهبط، الأداء مستمر، الجاليات تبدي تحضر للملاعب، أمور كثيرة إيجابية في هذا القرار. في هذه الأثناء فريق العين يتقدم على شباب الأهلي دبي بهدفين مقابل هدف واحد في الدقيقة 89. وسلطان، أرجع في نفس الموضوع بالنسبة للجاليات العربية، ليش ما أيضا نفكر في وجود أكثر من 200 جنسية على أرض دولة الإمارات؟ أنت أيضا تقدر تستفيد
مستقبلا من جنسيات أخرى غير الجنسيات العربية. إذا أنت تتكلم عن لاعب ممكن يتم تصعيده للفريق الأول. والحقيقة أولا هناك بعض الأنشطة المرتبطة بالأخوة الأعزاء من الجاليات العربية أو الصديقة موجودة، هذه الفكرة موجودة. يعني هناك اتحاد رياضي للمؤسسات في أبو ظبي برئاسة معالي الأخ سيف بن أحمد الهاملي ينظمون بطولة المؤسسات والشركات، مجلس بير الرياضي لديهم أيضا بطولة الدوائر المحلية. يعني الجاليات لديها فرصة كبيرة تمارس حتى في بعض المناطق، مثلا أنا وشاهدة في دبي مثلا هناك مخصصين ملاعب مفتوحة للجاليات لممارستهم. لكن في الأندية هناك شروط وأنظمة ترتبط هذه الأندية وفقا للوائح التنظيمية المرتبطة بالاتحاد القاري والاتحاد الدولي اللي نحن أعضاء فيه، ويسمح حسب نظام كل اتحاد محلي يسمح له المشاركة. هذا لا يمنع الحقيقة أن نحن نعارض، بل العكس نحن نرحب ونتشرف بوجوده، لكن الأعداد قليلة جدا. يعني يحتاج أعداد أكبر من هذا. أعداد الأخوة العربيون يعني تلقى واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ما يزيد أعداد أكثر عن 5 أفراد يأتون، ولهم يوم مخصص في كل نادي من أندية دبي أنا أتكلم حسب معروف معلوماتي، أن يوم مخصص لهؤلاء يأتون للممارسة كرة القدم، ومن يراهنه مناسب يسجلونه. وهناك أيضا لاعبين جاءوا حتى من الخارج بجنسيات أخرى وتدربوا وأصبحوا لاعبين يهيئونهم للمستقبل أن بإمكانهم يتم الاستفادة. لكن هذه التجربة الحقيقة لم تحقق النجاح المتوقع، لأن الإقبال كما قلت ضعيف وحتى التشجيع قليل، وبالتالي أيضا حتى الرؤية الاستراتيجية لهذا الأمر غير واضح. نحن تحدثنا قبل عشرات السنين نتحدث عن مشاركة أبناء المواطنات، إلى اليوم لم نرى. نحن خلونا نشارك أبناء المواطنات بداية، من ثم نشوف الأخوة الأصدقاء والأشقاء يشاركون. عملية الحقيقة غير واضحة المعالم إلى الآن في هذا الموضوع. ومن وصلنا إلى فقرة التواصل الاجتماعي وتفاعل الشارع الرياضي مع الشأن الرياضي الجاري يقدمها الزملاء في مركز الأخبار. شكرا الزميل علي الجسمي، وأهلا بكم مشاهدينا في فقرة التواصل الاجتماعي الذي كان نشطا بسبب عودة عجلة دوري المحترفين إلى الدوران مرة أخرى. ومن جملة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية في التواصل الاجتماعي، البداية من حساب الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، حيث أعلنت عن برنامج رعاية لدعم المشاريع الشبابية الذي يهدف إلى تأسيس قاعدة وطنية للمشاريع الشبابية في كافة التخصصات ودعمها لخدمة المجتمع، الأمر الذي ينمي لديهم الإحساس بالمسؤولية المجتمعية ويسهم في استدامة المشاريع الناشئة وتشجيع الشباب الإماراتي على تقديم الأفكار الإبداعية الجديدة. ومن حساب مجلس أبو ظبي الرياضي، اختتمت أمس وفود اللجان الفنية المحلية والدولية للأولمبياد الخاصة اجتماعها الأول في مبنى الأولمبياد الخاص بأبو ظبي بحضور 40 ممثلا من الاتحاد الدولي و22 ممثلا من الاتحادات المحلية، علما بأن هذه الاجتماعات استمرت على مدار يومين متواصلين. ننتقل إلى الانستغرام، ومن حساب سبورت فور أول، تصريحات مدرب الوصل أوربارينا الذي قال أن الإمكانيات المادية للوصل لا تسمح له بعقد صفقات جديدة يدعم بها صفوف الفريق الأول، مشيرا إلى أن هنالك من 6 إلى 7 أندية في دوري المحترفين لديها إمكانية أفضل. أما حساب نادي الشارقة في إنستغرام فقد نشر خبر اجتماع مجلس إدارة نادي الشارقة لكرة القدم، والذي اعتمد فيه قرار تخصيص حصة 30% لجمهور النادي الضيف في جميع مباريات دوري الخليج العربي للمحترفين، والتي سيستضيفها فريق الشارقة والمعاملة بالمثل. ومن حساب قناة الشارقة الرياضية، اخترنا لكم تصريح المدرب البرتغالي لنادي الشارقة بيسيرو الذي قال بأن الفريق سيقدم مباراة كبيرة وسيفوز على الوصل يوم غدا السبت في قمة مواجهة الجولة 3 لدوري الخليج العربي للمحترفين. شكرا على حسن المتابعة، ونعود بكم إلى استوديو ملعبنا مع الزميل علي الجسمي. شكرا للزميلة مريم الزعابي. نواصل الحديث عن الأخبار اللي تحدثت عنها مريم.
وايضا نواصل الحديث عن المباراه الجاريه حتى الان بين العين وشباب الاهلي دبي، واللي تم احتساب فيها 10 دقائق وقت بدل ضايع بعد تقدم العين بهدفين مقابل هدف واحد، وايضا الحديث عن احتجاجات كبيره لكوزمن راح نعرفها ايضا من خلال المؤتمر الصحفي لكوزمن وايضا مدرب العين جوران. لكن نتحدث عن مباراه الشارجه وايضا الوصل اللي فيها تخصيص نسبة 30% كابتن سامي لجمهور الفرق المنافسة، في المقابل نادي الشارقة يأمل أن يحصل على المعاملة بالمثل من خلال سيارته لهذه الملاعب للحصول على 30%. والله طبعا مبادرة مشكورة، وأتمنى أنه جميع الأندية كمبادرة وطنية يعني تتفق جميعا على تنفيذها، وحتى يرفع العدد إلى أكثر. لماذا؟ لأنه أنت أصلا ملاعبك فاضية، احنا عندنا مباراه يحضرون 500 واحد، فانت محتاج للجمهور. فانت اصلا وبعدين تقول لي لا الفريق الضيف له 10% بس، 10% من مقاعد فاضيه. فيا ليت بكل تاكيد انه الجميع يسير على هاي الخطوه، انه 30% لجمهور الفريق زار، وايضا انت من تسافر هي داخل البلد، يعني تغادر الى الفريق اللي حيستضيفك يعطيك نفس العدد. أتمنى حتى أن أشوفها 50-50، لأنه بالفعل إحنا أمامنا فرصة أنه نملأ مدرجاتنا، أمامنا فرصة أنه المظهر الحضاري يطلع على شاشات التلفزيون، وأن نتمسك بقرار 10 أو 15% ونترك الكراسي فاضية، هذا قرار غير صحيح. العناوين الصحافة الرياضية يوم غد بمشيئة الله، وأهم الموضوعات التي تتصدر عناوين صفحات ملحق الخليج الرياضي. احتفلت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بمقرها يوم الخميس بتوزيع المنح الدراسية المقدمة من الجامعة الأمريكية في الإمارات إلى أصحاب الإنجازات الرياضية في مبادرة ربما تفتح المجال للتفكير في ابتكار نظام يربط التعليم والرياضة بما يخدم نتائج القطاعين في الدولة. أقامت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة صباح يوم الخميس حفل توزيع منح دراسية في الجامعة الأمريكية بالإمارات لأصحاب الإنجازات الرياضية، في مبادرة تسعى من خلالها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إلى تفعيل شراكاتها المؤسسية مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة ومنها الجامعات. اليوم هناك اتحادين رياضيين مشاركين ويانا، اتحاد كرة القدم واتحاد السباحة، في تكريم الطلبة المتميزين والمتفوقين رياضيا في السباحة وكرة القدم. نحن احتضاننا لهذا الحفل إشارة واضحة إلى أن العمل الجماعي هو اللي من خلاله سنستطيع أن نحقق طموحاتنا وطموحات القيادة الرشيدة. ولأنها شراكة استراتيجية بين المؤسسات الحكومية الخدمية والقطاع الخاص، فمن المتوقع أن تكون فوائد هذه المبادرة سببا في استدامتها للسنوات القادمة وخطوة مشجعة لباقي المؤسسات التعليمية في الدولة لتوفير فرص إكمال الدراسة للرياضيين ليكونوا محصنين بالعلم والمهارات التي تمكنهم من بناء مستقبل مهني يمكن الاعتماد عليه بعد اعتزال النشاط الرياضي. المبادرة اللي بدأت فيها الجامعة الأمريكية في الإمارات هي في جامعات سباقة وفي تنافس، وهذا بالحقيقة يعني مؤشر جيد بالنسبة لأبنائنا الطلاب أو من يعيشون على دولة الإمارات المتفوقين رياضيا، وهناك في أيضا المتفوقين علميا وخاصة في جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية وأمريكية الشارقة وجامعة الشارقة. كل هؤلاء يعطون اللي هو السكولرشيب الرياضي والتفوقي، وهذا شيء طيب بالحقيقة في دولة الإمارات. نضمن مستقبل هؤلاء الرياضيين من نمنحهم الشهادة، لأنه فترة حياة الرياضي قصيرة لا تتجاوز العمر 35، إضافة إلى أنه هو
الرياضي قد يتعرض إلى أي إصابة حتى لو كان عمره 18 سنة أو 17 سنة، وبالتالي توقف عن الاستمرار بمن يحمي مستقبل عائلته إلى آخره. فمن هذا المنطلق دفع في اتجاه أن يحصلون على شهادات تعينهم بالمستقبل لإكمال حياة سليمة، يعني يستطيع أن يمول نفسه ويمول عائلته مستقبلا. تحفيز أبطال الرياضة الإماراتية بكل الطرق والوسائل الممكنة دور بدأت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة للاهتمام به من خلال باقة من المبادرات التي يمكن أن تتحول إلى برامج مستدامة تخدم نتائجها الحركة الرياضية في الدولة وتدعمها بالمواهب الرياضية القادرة على تحقيق الإنجازات مستقبلا. سلطان، بالنسبة للمبادرة مبادرة ممتازة. نعم. مميزة، لكن تحتاج أن تكون مستدامة مع أكثر من مؤسسة تعليمية موجودة في الدولة. ما في شك الحقيقة، أنا أتفق معك، وأتمنى إن شاء الله هيئة العامة للشباب والرياضة أن تحيي مركز إعداد القادة الرياضي اللي يتبعه وتعمل دورات من هالنوع على أساس أنه يكون لها دور أكاديمي أكبر بالتعاون مع الجامعات. وأعتقد المركز لديه مقومات وعنده الاستعداد وعنده برامج بإمكاننا أن نستفيد، مثل نربط الرياضة مع العلم والمؤسسات الأكاديمية. في هذه الأثناء أيضا انتهت مباراة العين وشباب الأهلي دبي بعد 100 دقيقة وفوز العين بهدفين مقابل هدف واحد. إلى فقرة أخبار ملاعبنا وفيها. يحتفل عالم الفروسية اليوم في مدينة برشلونة بانتهاء الموسم الثامن بعد 100 من بطولة كأس الأمم لقفز الحواجز. في الذكرى السنوية 25 لدورة الألعاب الأولمبية برشلونة 92 بمشاركة قياسية من 50 دولة من أنحاء العالم، وتواجد نخبة من فرسان الإمارات ضمن هذا الاستحقاق العالمي الذي يسجل حضور منتخب فرنسا الحاصل على ذهبية قفز الحواجز في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. انطلقت اليوم الجولة الثانية من الدور التمهيدي لمباريات كأس رئيس الدولة بمواجهتين جمعت الأولى الفجيرة والذيد، بينما التقى في المباراة الثانية كلباء وبنياس في قمة ذكرت جماهير الفريقين حضورهما الموسم الماضي في دور المحترفين. استقبل العين في صالته المغطاة اليوم فريق الشارقة ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري أقوياء اليد، فيما حل الوصل ضيفا على الجزيرة في العاصمة أبوظبي. توج الجنوب أفريقي كيلي باركر بلقب بطولة غولف سيتيزن أبوظبي المفتوحة التي أقيمت في نادي ياس لينكس للغولف، وتعد هذه البطولة 12 في الموسم السابع لجولة الغولف في دول منطقة الشرق الأوسط المعتمدة دوليا، بحيث تحتسب نقاطها في التصنيف الدولي للاعبين. وقت البرنامج انتهى بالنسبة لنا كابتن سلطان، نقول مبروك للعين المباراة الفوز. هاي فوزهم، واضح ان المباراة كانت فيها استفزاز كثير يعني متوترة من كل الاطراف. كابتن سامي شكرا لك. شكرا. وصلنا الى ختام حلقة الليلة من ملاعبنا، اللقاء يتجدد بكم يوم الاثنين ان شاء الله بمشيئة الله. شكرا لكم، الى اللقاء.